الإنتاج ده الحلبة بالحليب ممتازة، بتجيب نتائج ممتازة. في بعض الأحيان بنلجأ لزيت الخروع، ناس كتير قوي بتاخد زيت خروع، وده برضه بيجيب نتائج، بس بنقلل الكمية بقدر الإمكان عشان ما يحصلش إسهال. زيت الكتان مفيد برضك في علاج الإمساك. بذور القطونة بتجيب نتائج هايلة. نكتر دايما من الأوراق الخضراء زي ما اتفقنا، البقدونس، الجرجير، الفجل، كل الحاجات دي كلها بتجيب نتيجة ممتازة، والشبت الرخر بيجيب نتيجة ممتازة. زي ما اتفقنا، أهم حاجة شرب المية كتير، الزبادي، الألبان، إن الواحد يعني يمشي من نص ساعة لساعة يوميا. نعتمد في الأكل بتاعنا على الأكلات اللي فيها ألياف، نبتعد عن الفاست فود، الحاجات دي كلها مفيدة جدا. الزعتر الرخر بيجيب نتائج حلوة جدا في الإمساك. مهم جدا من ضمن الوصفات الجميلة ان احنا ممكن ناخد عشبة البابونج ونضيفها على الراوند ونضيفها على النعناع، ونشرب كوباية يوميا. دي هتجيب نتيجة ممتازة جدا جدا في الإمساك.